Et. Et kavurma. Hatırladın mı? Pilav. Çok kaç kere geldiler. Bayramda? Evet. Evet hatırlıyorum. Bundan açtık. Ha? Bu sofranın bezi açtık. Evet. Çıkarsana kızım. Sonra dediğim ye ye ye. Al et koyuyor bana. Ya. Kendi etini bana koyuyor. Allah rahmet eylesin. السلام عليكم البنات كيفاش راكم نتمنى تكونوا كامل بخير شوفوا كيفاش راكم تشوفوا كيفاش راني نعاني مع هذا السجق شوفوا السجق كيكون جديد كيكون جديد يكون هكذا يكون يلصق باسكو مازال جديد مازال جديد طازه هذا يا طازه ما نحبوش طازه قول الراجل قول جيب لي القديم باسكو شوفوا طازه كيفاش تعذبي معاه باش تقشريه واعر واعر في التقشير وما يتقطعش مسقم هذا السجق كصاب سجق ماشي هذيك اللي تباع في الماركات تقطع كي الكارطون يتقطع واحد انا هذاك نشري غير كي تاع الماركات هذيك نشري غير ويلا زعما جو هكذا تحت ما تحندير بيتزا ولا ما خلاص ما نقدرش نروح للمارشي ولا السوبيرات نشري من عندها اللي يدير لنا هذا السجوك صافي نشري من عند هذيك السوبيرات اللي قدامي اليوز بير ولا هذاك ماشي مليح ايام هذا شوفوا جديد جديد بالبزاف لازم نعلقو لهم ونخلوه يروبوزي شويه واحد خمس ايام ولا نعلقوه ونخلوه نحيت حنحيلو اللحم هكذا البنات صافي نقطعو برك باسكو شوفو ماشي شاد روحو مازال ما قدامش كيقدم شويه باش يباسي يحكم روحو ولا نديرو في الكونجيلاتور مي حنا هذا ونشريناه خرجت نقول لكم الصح الصح خرجت الصباح قضيت خليت دراري وحدهم ناضو عطيت لهم البس ما عطيت لهم نسكويك ومن بعد هذيك خزرت ما لقيت والو ما عندي والو باش نطيب للفطور ولا العشاء قصدي ماشي دوكا ايا ما قلت لهم تقعدوا في الدار سامينوت ونجي رحت تمتم تاع تمتم بالطوموبيل رحت لواحد السوبيرات مليحة فيها مارشي فيها كلش مرة نصور لكم فيها وشريت تمتم هذا السوجوك من عندهم وجيت هذه هي ان شاء الله برك ما يكونش حار قلت له اعطيه لي متوسط وهي هادرة راكم تشوفوا السوجوك تاع اليوم يعيي يبان يعيي بصح هذا هو اللي بنين هذا هو الصح نسخة جاب لي ربي كتبت السجق انا يدي خرجت كيما يما كتبت ما نديروش كامل باسكو دابا ديك تراني غير انا ولادي راجلي ما كانش خدام هذه هي دواء السجق اللي هبل بزاف عشان كي نروح ندي 3 4 معايا ندي معايا 3 4 للجزائر بس كاين مره لقيتو تما يتباع هاد المره كيما رحت مي صاحبتي قالت لي ماشي البنت تاعو ماشي كيما اللي جبتيه لي باسكو صاحبتي مره ديت لها عند واحد العاميه ديت لها منه قالت لي اللي يتباع لهنا ما على باليش كاين في لي بيتزيري اللي يستعملوه بصح بنين ثاني بنين من يدرا من ما يشروه ما سخسينا بصح اللي يتباع ما قالت لي ماشي بنين كيما تاع الترك تاعهم لهنا يكثروا بزاف البهارات سختو اللي ديتو لها انا هي تحب الحار ديتو لها حار هبلوا عليه هي وراجلها هبلوا هبلوا كيما قلت لكم على بالكم بلي انا عندي حاجه نكرهها عندي نكره البيض تاع البيض دوك الحبه الاولى واش ندير نحي البيض تاع البيض نحيه دوك ندير هنا كيما راكم تشوفوا غير الصفر وندير هذوك زوج حبات بس انا ولادي ما يحبوا زعما غير هذاك الصفر وحده والابيض وحده ما نعرف كيما برا يتباع ولادي ما يحبوش هكذاك باسكو لا شافوا الابيض وحده والابيض ما ياكلوش خرجوا لي ليا صافي لازم نخلط دوكا نخلطهم كامل مع بعضهم كي
كاين برا يكسرهم زعما تكسرهم غير بعقلكم، تخلوهم كيما راهي هذيا ويخلوه ذا البيض وحده والسجوك يبقى هكذا وحده. مي انا ولادي ما يحبوش ياكلوه لي هكاك، ما ياكلوليش البيض من بعدا. صافي انا واش ندير، لازم عليا نخلطو هكذا شويه نحرحرهم. وهذا السجوك والسجوك اللي امرتها سجوك والبيض لازم يجي مزيت، لو كان ما يجيكمش مزيت ما يجيكمش بنين. ديجا شوفوا انا درت الزيت وزاد راه طلق لي الزيت، ربي يستر اليوم الكوليسترول يطلع البلافون. هذا بس هو اذا ما جاش مزيت ما يجيش بنين. كاينين هكذا يزيدوا له الوسمو، يزيدوا له الكاشير بينر، كاينين يزيدوا له الفخوماج شيدر، كل واحد كاين واش يزيد، كاين يزيدوا له حش مقطفه، كاين يزيدوا الطرشي الخضر الوسمو يا شي بيبار يقطعوه هكذا رقيق رقيق يحطوه معاه، كاين يديروا البصل يقلوا البصل بعد كيديروا السوجو، كل واحد كيفاش يدير. صافي هادو هما الكيسيون تاع قضيه الذوق. هذا ما كان وقيل انا نبان لهيك في هذاك البقراج وانا لا اخبر. قلت لكم هذه هي قضيه الذوق برك، هذا ما كان. هذا هو خياتي كما راكم تشوفوا السوجوك راه وجد. واش نقول لكم واش حال بني، واش حال عندنا ما درناش، ماشي عندي واحد الفانجو ولا شراكك ما درتهولهمش هكذا. يا حطيت معاهم شويه طماطيش الخيار خليته هكذا بجي باسكو وليدي برك اللي ياكلونا ما ناكلوش انا وبنتي ما ناكلوش. حطيت لهم هكذا شويه لي فرماج زبده من هناك انت عارفو، حطيت لهم ليك هذيك البيك ماز تاع الوسمو تاع العنب تاع عندي تاع الخروب هذيك نعرف لها هذاك لكم عليه تاع الخروب يدير كونستيباسيون او عندي مي مانيش نحطو هو الطاهي. هكذا كيما قلت لكم كي خرجت قضيت وشريت لهم معايا هذا البوغجا والسيمي دام كلاوهم بوطو كانوا كلاو نسكويك. مي دوكا راني ندير في هذا الوسمو راهي الوحده تيماجينو هذا فطور الصباح تاعنا بصح على الوحده درنا باسكو ما دارو نسكويك. وقلت لكم بلي انا خرجت رحت قضيت. صافي هذه هي، صافي هذا هو منو الفطور ومنو القهوه تاعنا باسكو ما درناهاش الصباح. ولادي على بالكم ماشي يقراو وبنتي تقرا نهار الصباح ونهار العشيه. صافي واليوم تقرا العشيه الدرس تاعها يبدا على الزوج. صافي دوك تكمل هذو تاكلهم وتروح دير تقعد مع البيسي تاعها حتى الستة تاع العشيه. نمد لها غير من داك من دي جو ولا نمد لها فاكهه ولا عستا غير تكمل الدرس تاعها ديريكت العشاء. آمين يا مي مي يا مدان إلى استمرهم سنة أخلص نكتر فيه لار البنا يمسن بيمن أقول ما إدما بزان يزيين أقول ما إدرم بزيارة الله أردما شكر دليم آمين. تمام قلي بني ده اتميمة أنا اتميمة ناس تشوكو يميم يا سنم شيء يا سنم بينم كده يميم سوجوك سن سوجوك سبيوس انت انت هبني انا دم طبق كرك يا كبر ده تابا ده بق تمام يا بيجن تمام انا خويا فهم لا خويا انت سامع ترى خويا سامع ده بيجي كده تمام ماصل ده كده تلفش تمام دي لو سامتك بنا غيرين سامت كيما راكم تشوفوا سراجلي جاب لي ما جاب لي السردين. اكره حاجه عندي هي السردين هذا كيجيب ما نعبليش ما ناكلوش مليح. انا نحب الحوت وهو يحب السردين انتما تفهمونا دوكا كيفاش نتفاهموا. جاب لي ما السردين وجاب بزاف يعجبكم الحال. قلت انا السردين ما ناكلوش هذا يا ربي لك ربع خمسه حبات هذا الجور نحتمها ما لم قلت اليوم المهرازي هدر اليوم ناكل السردين بالدرس تاعنا انتما كلوا السردين تاعكم ناكل السردين ديالنا كيما شفتوا جبت التوم ودرت لي زيبيس راكم كاع تعرفوا الدرس تاعنا واش نديروا فيها.
درت لي زي بيس وقلت لهم مالا عليك الشلاضه، قلت له باسكو راح ندير الماكله تاع الجزائر وندير ماكلتكم، قلت له انت عليك الشلاضه وانا عليا يا اخي الحق تاع ربي ما يقول لي والو. ملي داك ولي بروبوزي لي يقول لي ندير الشلاضه ولا نعاونك يحط لي طابله ايتم. نقول لكم هذيك كنت انا جديده لهنا عروسه جديده، كنت نحشم كي نشوفه يطيب ويجو خياته ولا نقول يا اخي. صرات لي مره عباكم شعره وتحبط لي لا طونسيون، كنت اونسانت بنتي، كان يدير هو كان يدير في الحوض في الكوزينه وصونا والباب، فتحت الباب دخلوا جاو خياتهم مع ولادهم، قال دخلوا من بعد اختو شافتو في الكوزينه هذاك يطيب، قالت له قالت له اسمع قالت له ما تحمروش بزاف، فاختو تقصر معاه قالت له ما تحمروش بزاف، قالت له ما نحبوش مقلي بزاف محمر بزاف. من بعد قالها ماشي مشكل هكذا قعدت. ومن بعد انا قلت يا خا داك واش يقولوا، قاعده نخمم هكذا في راسي قاعده نقول يا خا كيفاش باش يقولوا، ما كنتش نقصر معاهم ليه ما كنتش نعرف اللغه تاعهم، نفهم بديت نفهم شويه. ومن بعد دوك يقولوا شوشو هي قاعده وهو في الكوزينه. ومن بعد ديك جوغ دخلت للكوزينه هذا معاه نعاون فيه، ولاو يقول لي لا لا غير روحي اقعدي انا نوزي كلش. انا حشمت قلت كيفاش وزيدي واسي شلاضه. المهم دار كلش، حطينا هذيك واحد الطابله هكذايا ميده جوغ كيما نقول هذيك في القاعه هكذا، قال لك نقعدوا في القاعه خياتو، قعدوا حطيتهم واحد الميده وتعشينا والحمد لله يا ربي نوضنا وكذا. دي باراسيت انايا وعاونتني حق كنت اونسانت عاونتني اختو. بعديك روح يا سيدي روح يا زمان اجي يا زمان، ما كنتش نشري الحوت بزاف بس كنت اونسيت الماكله كاينه كل ما تحبطليش تمتم حاجه تاع اللحم حاجه تاع الحوت ولا ما نقدرش نواسي ما نقدرش لي ستوم ما تقدرش تمضغو مليح هاكم على بالكم. ومن بعديك مره رحنا عندها، رحنا عند لوستي نلقى لوستي قاعده في صالون شاده تليفون وراجلها في الكوزينه يدير يدير في الحوت. ايوا قلت كيفاش هذايا، باك حرت انا قلت كيفاش، باك قلت لها ولا غير مليح، قلت لها ايه مليح، انا قلت صافي راني كنت اونساني اونسانت هي صافي نقولها، قلت لها مليح قلت لها بيعاونك، قالت لي مالا، قالت لي الحوت هما اللي يديروه الرجال. قلت لها صار هكذا مالا، هذه هي قاعده عند الاتراك الحوت الرجال اللي يطيبوه اصلا يشروه منقي ويجيبوه للدار يطيبوه، انا راجلي كان من داك يجيب لي كنت نكون غير كما مزيده ولا نكون بالجوف ما نقدرش نوض ولا في الشهور الاخرين يجيبوه لي مقلي ولا مشوي فواحد الباطا تاع الالومنيوم كذا ما نحبوش انا هكذاك، باسكو علاش يجي شويه جوغ يتندى ما يجيبوا لي في سامين يجيبوا يجري مسكين يجيبوا سخون مي بصح هكذاك يتندى شويه على داك اللي ما نحبوش، نحب نواسوه في الدار نقول ما تواسيش بس نجيب ما تجيبوليش طايب جيبوا منقي برك ونطيبوه في الدار هو يطيبوا الحق تاع ربي. منين داك نحب انا كيما دوكا انا حبيت انا نواسي باسكو على بالكم كي يديروا مقلي يمرمد كامل الدنيا يمرمد كامل الدنيا الكوزينه تولي قاعده بالزيوت، اما انا نجيب خفيفه انا نديرو تاع تمتم كيما شفتوني لاستوس تاع الاتراك تاعهم تاع الحوت تاعهم باش يجيبني اللي راه معايا في القناه راه على بالهم. نزيد نعاودها للمشتركين نجدد نقول لهم مرحبا بكم هذا وين مرحبا بكم. الاتراك يرمدوا السردين تاعهم ماشي في الفارينه كيما حنا يرمدوه في يقولوا له ميسرونو الفارينه الطاحين تاع المايس طاحين تاع المايس تشبه للفارينه هو يجي صفر. وشنو كاين في الجزائر يتباع شويه حرش هذاك الحرش غير ما كان له ولا شريتو لازم ترحوه في الماء في الحيوه تاع القهوه باش يترحى لكم مليح، لازم يكون فارينه يكون كيما الفارينه تاعنا عادي وديروا مع الملح ولحبيتو في الكحل، انا ندير غير الملح باسكو بنينه هذيك هذيك الطاحين تاع تاع المايس بنين حتى تلفلي الهضره حتى تلفلي. هذه البنات كيما شفتوا انا درت درت المقله الاولى درت لهم زوج مقلات وفي الظل باسكو جاب السردين بالبزاف كلاو حتى قالوا اي راسي كلاو حتى شبعوا وقعد. وانا ليا كيما شفتوني نحيت لهم العظم هذاك تاعهم الشوك هذاك ودرت لهم الدرسه تاعنا واش نقول لكم بنه وفخامه بنه وفخامه درتها وباسيت كيما راكم تشوفوا هنايا عندهم هاد المقله هذه يعجبوني بالبزاف. شوفوا كي تواسوا كيما انا هذه الاولى حرقتني الاولى لصقت لي باسكو هذا الغلق تاع المقله الفوقاني كيما شفتوني قلبتهم لهنايا يعجبوني كيفاش كيتقلبوهم يجوا ساهلين. هاد زوج مقله لقيتهم غير شروهم بزاف هايلين ينقصوا عليكم الخدمه بلا ما تضلوا تقلبوا فيهم في المقله وما تكثروش الزيت ما تكثروش ماشي كيما حنا نكثروا الزيت في المقالي تاعنا العاديين ونبداو نقلبوا فيهم داخل المقله ولا كاين اللي تكثر الزيت بالبزاف باش ما تقلبيهمش بصح بعد زيدتك غير غير خساره باسكو انا الزيت كي نقلي فيه سردين يترمى ديريكت صافي ما نقدرش نبقى نستنى حتى السمانه الجايه باش نشري سردين باش نزيد نقلي فيه حنا هكذا نرموه ديريكت صافي خساره. هادو ما خير انا جاوني كيما راكم تشوفوا هكذايا وسيت السردينات تاوعي درت غير شويه ما درتش درت واحد 10 حبات ولا ما شفيت درت لهم الدرسه تاعهم لداخل عمرتهم مليح تري تري بيان. وهذه هي المقله الدوزيام تاعهم باسكو انا كنت زيتهم شويه شوفوا كيفاش يحبطوا روعه يبقى الشكل تاعهم هكاك تحطيهم هكاك في البلاك كما يقول لك العين تاكل قبل الاستوما قبل الفم العين هي الصح. هذه هي السردين تاعي نقلي فيه
والله يصدقوني غير حطيتهم في المقله غير بداو يتقلا وراجل قال لي إيه بدينا قال لي ديري طيبيها الريحه تضرب كاع في الحمام كما قلت لكم هما ما يديروش ما يدوزنوش. انا عندي واحد الاقتراح ليكم حبيت نقترحه وما على باليش اللي يعجبها يعجبها اللي ما يعجبهاش معليش ما تشاركش فيه. حبيت نقترح عليكم زعما اللي ضام لي معايا واللي عندهم دراري صغار اللي يعرف زعما الدعاء تاع الاكل اللي يعرف كاش حاجه مليحه هكذا بيان سو حاجه تخص الدين تاعنا ماشي غنى وكذا من هيب هوب وتيك توك حاجه تاع الدين زعما تاع الدعاء ولا كان تقدر دير لي فيديو معليش يكون فيديو صغير ديره لي وتبعته لي اشاك فوا ندير فيديو نحبط لا فيديو تاع هذوك الدراري صغار معليش اللي ما تحبش توري وجههم ما توريش وجههم المهم الصوت يكون مليح. هذه بعثوا لنا الدعاء ولادكم واش يقراو الدعاء واش يقراو الصوره تاع القران صوره تكون صغيره ولا ونبارطاجيهم معايا في لي فيديو تاعي هكذا باش نشجعوا الدي صغار كامل يولوا يحفظوا وبيلو كان صوره قصيره يلو كان الفاتحه. هذه هي البنات كان هذا هو الروتين تاعي تاع اليوم نتمنى يعجبكم بيان سو كالعاده والعوايد يعجبكم لايك لا فيديو ورايكم في لي كومونتير باسكو رايكم يهم بزاف في امان الله.